تعالوا بقى نرجع نطمنكم على حالة الجو. شبورة ما زالت مستمرة، شبورة الكثيفة واللي كتير مستمرة على يعني مختلف أنحاء محافظات الجمهورية. هيئة الأرصاد الجوية بتقول إنه النهاردة إحنا هيبقى الجو طبعا طقس مائل للدفء، إحنا بقالنا كام يوم بنشوف شمس والحقيقة بنشوف استقرار في درجات الحرارة. شبورة هتفضل مكملة معانا لحد إمتى؟ ده اللي إحنا هنعرفه ونسأل عنه هيئة الأرصاد الجوية عشان يقولوا لنا آخر تطورات حالة الجو إيه، وعشان كمان ياريت نخلي بالنا في ملاحظاتنا على الحالة الجوية. تعال نروح لهيئة الأرصاد الجوية نعرف منهم أخبار الطقس إيه النهاردة من الدكتورة إيمان شاكر مدير الاستشعار عام بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة أسماء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. يمكن الشبورة كملت معانا يا دكتور، واحنا قلنا يمكن الخميس خلاص ده يكون اخر ايام الشبوره، ولكن بكل اسف هي ما زالت مستمره معانا حتى صباح اليوم. هي فعلا الشبوره مستمره معانا بقالها اكتر من اسبوعين، ويمكن احنا في نهايه الاسبوع الماضي استمر التحذير بتاعنا ان الشبوره مستمره حتى هذا الاسبوع، منتصف هذا الاسبوع ان شاء الله، فهي مستمره معانا حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. شبوره كثيفه بتصل للضباب، وطبعا بتقل الرؤيه الافقيه على الطرق وبتقل عن 100 متر، واحيانا بتنعدم تماما الرؤيه الافقيه. طبعا في تنسيق كامل مع الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيتم عمل تحذير جوي بالشبوره الكثيفه اللي بتوصل للضباب وبيتم ارساله للاداره العامه للمرور، وطبعا هم بيتابعوا في عيد، وطبعا لما بيكون في طريق الرؤيه بتنخفض عليه بيتم اغلاق الطرق. الشبوره بتبدا معانا من الساعات الاولى من الصباح، يعني ممكن من الساعه 12 مساء والساعه 1 صباحا تبدا الشبوره المائيه على الطرق، وبتزيد كثافتها تدريجيا مع بعد الفجر وبتستمر حتى العاشرة أو الحادية عشر صباحا. فطبعا احنا بننصح كل السادة المشاهدين لو ما فيش حاجة ضرورية في الفترة من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحا يفضل عدم السفر على الطرق، وخاصة الطرق السريعة والطرق الزراعية، تجنبا لأي حوادث لا قدر الله، أو طبعا تجنبا للزحام اللي بيكون موجود بسبب إغلاق الطرق تجنبا للحوادث. لو احنا ما عندناش حاجة ضرورية ممكن نأجل السفر بعد العاشرة صباحا. طبعا في استقرار تام في الأحوال الجوية، يعني بقالنا اكتر من 3 أسابيع الجو مستقر تماما، بنشعر بجو دافئ النهارده حقيقي فعلا، وسطوع تام لاشعه الشمس، ويمكن درجات الحراره اعلى من المعدلات وهتوصل ما بين 25 و26 درجه يوم الثلاثاء والاربعاء القادمين ان شاء الله، يعني هتكون اعلى من المعدل بحوالي 3-4 درجات مئويه، لكن مع نهايه الاسبوع هتنخفض درجات الحراره وتعود للمعدلات الطبيعيه، فمش عايزين ننخدع بهذا الارتفاع، هو ارتفاع مؤقت، وطبعا حاله الاستقرار في الاحوال الجويه هي السبب في تكون الشبوره المائيه الكثيفه اللي بتشهدها البلاد. النهارده وبكره في فرص امطار على حلايب وشلاتين، لكن بدايه من يوم الاربعاء ان شاء الله والخميس هتعود فرص الامطار مره اخرى على السواحل الشماليه للبلاد، ثم تمتد الى محافظات الوجه البحري، فهيبدا يكون في تقلبات جويه الى حد ما، فلازم نتابع النشرات الجويه على مدار هذا الاسبوع. أنا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. نخلي بالنا يا جماعة من حالة الجو، ربنا يستر.